نعم أحمد، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني هناك إصابتان داخل مخيم طول كرم مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي للمخيم ومحاصرة المخيم ومحاصرة المستشفيات أيضا في مدينة طول كرم. هنا عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية على الجهة المقابلة لمخيم طول كرم، تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنشر قناصتها في على أسطح البنايات العالية في هذه المنطقة. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في محيط المخيم ومستشفيات مدينة طول كرم تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيارات الإسعاف لا تتمكن من الدخول إلى داخل المخيم، ولكنها كانت على مدخل مخيم طول كرم واستقبلت إصابتين من داخل المخيم خلال هذا الاقتحام المستمر منذ ساعات لمخيم طول كرم، والذي تقوم خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف واسعة للبنية التحتية المدمرة أصلا في هذا المخيم، مخيم طول كرم. هنا نشاهد تمركز للآليات العسكرية الإسرائيلية على فعليا على الجهة المقابلة لمخيم طول كرم، وكما ذكرنا هناك نشر لقناصة جيش الاحتلال في أكثر من منطقة مقابل المخيم، وهو الإجراء الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة في كل اقتحام تنفذه للقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من نشر قوات خاصة وقناصة لإطلاق النار على كل من يتحرك أو يحاول مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المخيمات. نستمع من وقت لآخر أحمد لاشتباكات متقطعة مع مقاتلين فلسطينيين يحاولون التصدي لهذا الاقتحام بالأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة التي يفجرونها بالآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة لمخيمهم. هنا تتحرك عدد من الآليات العسكرية، هي مختفية بين البنايات السكنية العالية، ومن وقت لآخر يظهر المزيد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذا الموقع. قوات الاحتلال نفذت حملات اعتقال واسعة داخل مخيم طول كرم على غرار ما جرى سابقا في مخيم نور شمس القريب وأيضا في مخيم جنين، حيث اعتقل مئات المواطنين الفلسطينيين في السابق وأجريت معهم تحقيقات ميدانية، ثم يتم إطلاق سراح معظمهم مع استمرار عمليات التدمير. الآن تتحرك آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الأقل 5 آليات انطلقت من هذا الموقع الذي حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بين البنايات في هذا الموقع مقابل مخيم طول كرم، وهي الآن تتجه إلى جهة المخيم كما نشاهد من هذه النقطة. إذن هذا من هذا الاتجاه يتم التوجه إلى داخل مخيم طول كرم المقابل لنا في هذه المنطقة مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي وتحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في سماء المخيم وسماء المدينة كما نشاهد من هنا في هذه المنطقة. هناك عدد من الطائرات المسيرة تحلق في سماء المخيم وسماء المدينة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد في هذا الاقتحام على عمليات التدمير والتجريف للبنية التحتية بشكل كامل داخل مخيم طول كرم، وأيضا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف منذ 7 أكتوبر لقتل مواطنين فلسطينيين وتنفيذ غارات جوية وقصف على مواطنين فلسطينيين في المخيمات، آخرها كان في مخيم بلاطة في نابلس فجر هذا اليوم، حيث قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة يستقلها مجموعة من الشبان الفلسطينيين، و تحدثت المصادر الفلسطينية عن 3 شهداء، إلا أن المعلومات الواردة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك عدد آخر من الشهداء في القصف الذي حصل في مخيم بلاطة. من هنا نشاهد مخيم طول كرم أحمد، والدخان كما نشاهد من هنا يتصاعد من منازل هذا المخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لأحد بالاقتراب إلى نقطة أقرب إلى هذا المخيم لاستطلاع ما الذي يجري هناك، ولكن يمكن فهم ما الذي يجري، وهو
تكرار لعمليات تدمير المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بشكل يومي. تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لهذه المخيمات، يوم في مخيم جنين واليوم الآخر في مخيم نور شمس وبعده مخيم طول كرم وأيضا مخيمات نابلس، مخيم بلاطة ومخيم عسكر ومخيم عقب الجبر في أريحة. كل هذه المخيمات بشكل يومي تتنقل بينها قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامات تدميرية وتنفيذ عمليات اعتقال وحملات اعتقال تصل لمئات المواطنين الفلسطينيين مع كل اقتحام تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. قوات الاحتلال ما زالت تتمركز داخل المخيم بالجرافات العسكرية التي تقوم بتدمير البنية التحتية في المخيم وأيضا في محيط المخيم، هي تحاصر المخيم بشكل كامل وقطعت الطرق بين هذا المخيم وبين مستشفيات مدينة طول كرم، حيث تمنع في كل اقتحام وليس فقط في هذا الاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من نقل إصابات من داخل المخيمات أو حتى الوصول إلى المخيمات. وإذا تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم لنقل إصابات تطاردها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقوم باعتقال المصابين من داخل سيارات الإسعاف. هذا الإجراء الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل اقتحام تنفذه للمخيمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة، حيث تمنع بشكل تام أي مسعف فلسطيني من الاقتراب والقيام بمهام عمله بأن ينقل مصابين أو حتى ينقل شهداء. لذلك لا تستطيع سيارات الإسعاف إلى الدخول من الدخول إلى مخيم طول كرم خلال تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي وخلال تنفيذ هذا الاقتحام. تقترب الطائرات المسيرة الإسرائيلية أكثر في سماء المخيم وأيضا سماء المدينة. يمكننا بالكاميرا فقط ملاحظة عدد أو مشاهدة عدد من هذه الطائرات المسيرة إن كان ذلك ممكنا هنا في سماء مدينة طول كرم وسماء المخيم. هذه إحدى الطائرات، سنحاول أن نقربها أكثر في الكاميرا، إحدى الطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال كل اقتحام تنفذه للمخيمات والمدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. وقوات الاحتلال تعتمد أكثر في الفترة الأخيرة على القصف بالطائرات المسيرة على مواطنين فلسطينيين داخل المخيمات وخارج المخيمات.